هو حكم عمل المرأة في الشريعة الإسلامية؟ تمام. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعالي كده في البداية أقول لحضرتك على مفتاح من المفاتيح الأساسية اللي بنقدر بيه نجاوب على أي سؤال أو أي مسألة من المسائل الشائكة، سواء كان فيه نص شرعي فيها أو ما فيش نص شرعي. نعم. المفتاح ده هي قاعدة أو ضابط بيقول أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. تمام. فأي مسألة تتعرض قدامنا نبتدي نشوف المسألة دي هل هي فعلا هتحقق لنا مصلحة وهل هتمنع مننا مفسدة. فنيجي بقى لمسألة عمل المرأة اللي هو موضوع حلقة النهاردة. إيه هو موضوع، إيه حكاية عمل المرأة؟ المرأة هي إنسان، المرأة العاملة إنسان عنده مهارة في شيء معين، بتنزل السوق أو بتنزل العمل علشان لإما تحقق مصلحة مالية أو معنوية ليها، أو بيكون المجتمع محتاج لمشاركتها. نعم. هي بالتالي عملها بيرجع سواء ليها هي بالمنفعة أو للمجتمع. فمن هنا نقدر نقول إن الأصل في عمل المرأة هو المشروعية. يعني عمل المرأة من ناحية الأصل ومن ناحية القواعد العامة ما فيهوش أي شيء يخالف الشرع الشريف، وده اللي جت به النصوص الشرعية في القرآن وفي السنة النبوية. هل هناك ما يمنع المرأة في الشرع من العمل؟ ما فيش أي حاجة تمنع المرأة من العمل إلا لو كان عملها ده هيعود بضرر عليها أو على المجتمع اللي هتعمل فيه، أو هيكون عملها بيخالف للضوابط والأحكام الشرعية اللي الإسلام أمر المرأة المسلمة أن هي تلتزم بيها.